من نجمنا ونجم التدريب ونجم مصر وحبيبي واخويا الكابتن احمد كشري، بحييك وبسلم عليك وبقول لك بدايه موفقه ان شاء الله باذن الله في الممتاز به، ويرجع الانتاج الحربي تاني على ايديك للممتاز يا كابتن ان شاء احمد. الله. حبيبي يا كابتن هاني، مساء الخير يا حبيبي، وحشني ودايما متألق كده في التدريب وفي الاعلان. حبيبي يا كابتن احمد، دكتور احمد حبيبي، بكري ومسي على الدكتور احمد، ده مسي على الدكتور حبيبي. احمد طبعا. حبيبي يا كابتن احمد، منورنا ومتألق يا دايما. دكتور، سيبك من كل ده، انا عايز اسمع منك صلاح، ايه رأيك في العظمة دي، وايه والله رأيك في اللي بيعمله ده؟ والله يا هاني، ان صلاح خلاني النهارده كلنا يعني هللت وسقفت كاني مشجع درجه ثالثه. يعني انا بحبه والله جدا، والله كلنا عملنا كده، كلنا والله. والله انا بحبه جدا، وببقى قاعد مشدود له، يعني عايزه يبقى كويس، وعايز كل كوره يتعامل معاه كويس. يعني لا، عمل النهارده اسيست هايل، وخد الكوره، هو اللي بدا الكوره، فعلا. ان هو من الاخر يعني صلاح عمل اللي احنا بنتمنى ان هو يعمله، ان هو يرجع يدافع، قطع الكوره واتحطت له تاني، وراح معدي، خد في مساحه، وراح رايح وعمل باص. يعني الكوره حتى كان قاعد جنب الكابتن محمد شرف، هو حبيبك، طبعا وبقول له بص يا شرف، حتى الاسيست اللي عمله، او اسلوب باص اللي عمله، لمانيه راح سكته لساديو ماني حنينه، يعني دول حطها جون سريعه بتخليه قريب. يعني عمل انا عجبني جدا من الاسيست اللي عمله والانطلاقه، وكمان الجون اللي جابه النهارده، جون، لا جون ماركه ميسي فعزه، يعني عمل جون من الكور اللي احنا بنقول ايه، ميسي جنب الخط، كره عاديه، تبص تلاقيه بيروح يعدي واحد واثنين وثلاثه. فعلا. على فكره يا كابتن، مش اول مره يعملها، عملها في توتنهام قبل كده، وعملها في كذا ماتش قبل كده، وعملها في مره جاب سوبر هاتريك فرقه اسمها بورنموس من سنتين، برده بيعدي في مساحه قليله جدا في اكتر من اربع خمس لعيبه. يعني ما شاء الله، اللي قلنا ان صلاح مش مهاري يبقى ده ما فهمش كوره يعني. لا 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 لا، حصل فعلا، هو جابها، بس النهارده عارف الكل ليه طعم تاني، ليه وبيمينه بيمينه مش بشماله. ميته وداخل وقطم وعدل جسمه وخد عكس اتجاه المدافع، وبعدين موه جسمه انه راح في ناحيه الشمال ودخل لجوه. لا يعني جون في شغل، في شغل عالي جدا منه، في تركيز على المرمى، وبعدين هو حطها ببطن رجله بيمين، يعني حطها صعبه جدا في اخر الجون. لا يا رب يكرمه دايما دايما كده، يفرحنا ودايما يبقى هو الطوب، لان احنا يعني بقى متعتنا في ان احنا نتفرج على الكوره، نتفرج على محمد صلاح وهو بيكسب. فعلا. كابتن احمد، كابتن احمد بقى، انت وكابتن علي ماهر وكابتن رضا شحاته وكل النجوم وكابتن عماد النحاس وكل الناس اللي مش هتاخد فرص بقى، وامتى بقى ناخد فرص، وامتى نشتغل فناخد حقنا كنجوم وكمدربين اشتغلنا على نفسنا. النهارده معلش احنا والله ما بننتقدش اشخاص، ولكن ما ينفعش ابقى انا مدرب اجي في نفس المكان للمره الخامسه، اشوف حتى فكر جديد، اشوف يمكن الاقي مع كابتن كشري طريقه لعب جديده، يمكن الاقي حاجه تفيدني، تفيد الولاد، اجرب اشوف. لحد امتى يا كابتن؟ والله طبعا، يعني والله دي حاجه بقى، يعني بصراحه انا بتكلم بقى بص الموضوع، ما ينفعش نتكلم احنا مدربين. لا انا بتكلم بقى دلوقتي براحتي. لا لا بلا احراج، بتكلم براحتي. في اسئله ما فيش، ده مستقبل بلد. ايوه صح. انا مدرب يعني برضه في الاول والاخر، ما تكلمش على كابتن شاور بعينه. والله بص، والله دي قرارات الناس تتحمل مسؤوليه قراراتها، وطبعا انا عارف ان يعني الناس زعلانه كتير، ان الاختيارات محدوده، ويعني في ناس بالزبط. في اتحاد الكوره كابتن هاني موجوده بقى لها حاجه 20 سنه، وطبعا يعني عايزين الانجاز، عايزين التغيير. في ناس فعلا ظهرت النهارده، شوف الدوري يا دكتور كابتن هاني، الدوري المصري مش هقول اركن احمد كشري على جنب، في المجموعه اللي موجوده من عماد النحاس وعلي مال ورضا شحاته، احمد سامي ورضا شحاته، الناس كلها والناس عامله شغل احسن، يعني الدوري كمان اتطور اكتر. يعني ولو قلنا الناس اللي قبلنا احنا اتعلمنا منهم، واساتذتنا الكبار وكل حاجه، بس الدوري لا، الريتم بتاعه احسن، الريتم بتاعه افضل، صح. والفوارق حتى لو الفوارق، لو انت بتقارن، قلنا الفوارق لا بسيطه جدا، فاذا يعني في مدربين كويسين، وقدروا ان هم يعملوا طفره، او يعملوا ده اللي بنقول عليه، ده جديده للكره المصريه. هو ده قصدنا، احنا مش ضد حد والله يا كوشن، احنا مش ضد حد وما نجيبش حد، لكن احنا بنتكلم على امتى الناس دي هتاخد فرصها. ما مش لازم يوصل 60 سنه بعد كده نبدا نديله فرصه. كابتن كشري، انت في ماتش الاهلي، معلش يا كابتن انا اسف، انت في ماتش الاهلي اما حطيت مصطفى البدري في المساحات، والاهلي ضغطك فلعبت على المساحات، وعلى بدري بانون انه بطيء، وعملت شغل وقريت الملعب كويس جدا، وقد كان، وعملت نتيجه ايجابيه. ما احنا ده اللي احنا عايزين نشوفه، عايز اشوف يا كابتن ايهاب جلال
بالتيك تاكا اللي بيعملها بطريقه الكابتن ايهاب جلال في مره مع المقصه. انا افتكر ما لعبش باك شمال ولا باك يمين ولعب ثلاثه مساكين وعمل خطه لعب جديد. انا عايز اشوف ناس تمتعني كوره. والله والله طبعا يعني احنا نتمنى ان يبقى في تغيير للاحسن وتغيير لمصلحه الكره المصريه. وانا الكلام ده يمكن بتكلم برضو ان احنا عندنا الدوري بتاعنا كمان كان ضاغط اللعيبه الفتره اللي فاتت. فانت كمان فعلا. يعني اديت مساحه في مدربين اشتغلوا وخدوا فرصتهم مره واثنين وثلاثه واربعه. لا يعني ادي الناس اللي هي عملت نتائج كبيره مع فرقه او دخلت في الدوري قدمت امكانيات او شخصيتها. فطبعا دي يعني حاجه احنا كلنا بنتمناها ان يبقى العمليه فير عشان واحد زي الكابتن هاني برضه مدرب نجح مع فرق وناس زيه مدربين وتبص تلاقي الفرص بتاعتهم قليله جدا رغم ان هم نجحوا. فبالتالي يعني احنا هنفضل كده نقول الناس مظلومه وناس بعينها هي اللي موجوده متواجده في المنتخبات. فدي يعني طيب. اتمنى ان شاء الله عشان ما نطولش عليك اجابات سريعه كده ومختصره. متفائل لمباراة ليبيا ان شاء الله ومنتخب مصر؟ والله كابتن هاني انا مش عاجبني منتخب مصر لان منتخب مصر المشكله فيه ان هو مجهد من تلاحق الدوري ورا بعضه. الكلام ده انا قلته في الاعلام. صح. قلت اللي هيبقى الخاسر الاكبر في الكره المصريه هو المنتخبات المصريه وبالذات الفريق الاول. وده اللي حصل النهارده. ايه الفرق بين الكابتن حسام البدري وبين كروش؟ هو راجل كروش ما عملش حاجه لسه عشان يعني ما تظلموش، لكن اللعيبه مش قادره. اللعيبه ما عندهاش لا طاقه ولا عندها شخصيه في الملعب من التعب، وده برضو غصب عنهم. فبالتالي انا متخوف. لا انا مش طيب. وشريف وشريف وقفشه استبعادهم؟ لا شريف وقفشه طبعا يعني وجهه نظري ان هم كانوا لازم يكونوا موجودين مع الراجل لاي ظرف. استغلهم في وقت معين من المباراه. ما تبداش بيهم لو انت شايفهم عسكريين او تعبانين، لكن لا وجودهم ضروري جدا. انا النهارده لما يبقى عندي هداف الدوري حتى بيبالي او قاعد على الدكه غير ان هو ما بقاش موجود فعلا. هو سليم. انت اشمعنى الاثنين اللي حسيت ان الاثنين مجادين؟ طب ما السوليه زيهم بيلعب كل الماتشات موجه، ما ايمن اشرف بيلعب. فبالتالي دي وجهه نظر وهو اللي هيتحمل المسؤوليه. والراجل لو عمل حاجه يعني مش موجود او احنا مش شايفينها ونجح اكيد هنقول له يبقى دي عنده فكر كويس او هو له اسلوب معين. لكن ما حدش يتغاضى عن اثنين لعيبه من اهم اثنين لعيبه في الدوري المصري. عاملين موسم ممتاز، ارقامهم عاليه جدا الموسم اللي فات بصراحه. يعني يا دكتور زيدك من امكانيات مثلا قفشه او محمد شريف. لا هدافين. انت النهارده عايز تكسب. انت النهارده المنتخب عنده مشكله ان هو مش في التوب فورمه بتاعته. اللعيبه مش كويسين واضح الايجاد عليهم. فانت عايز اللعيب يعرف يجيب جول. فانت ده تقدر تستغله ازاي؟ انا يبقى عندي واحد زي محمد شريف بيطلعه بره المنتخب، واحد زي قفشه بيعرف يجيب له جول ويقدر يعني يوصل لي في ثانيه. طب ما انا اخليهم على الدكه يعني ايه المانع؟ وبعدين انا اسف يا كابتن، حضرتك مدرب كبير يعني ايه لازم اصل هو عنده قرار يعني يقول لك ايه هو عنده قاعده لازم 24 لعيب فيهم اربعه حراس يعني انا ايه اللي انا اول مره اشوف حاجه زي كده بصراحه يعني. لا طبعا لا هي اربع حراس. هو بقى ممكن يكون هو عايز يعمل تمرينه معينه بيشتغل على اربع حراس، لكن هي مش قاعده. لا طبعا هو كل مركز اتنين. بص اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، احنا برضو عشان ايه؟ انا برضو راجل مدرب. ممكن يكون هو ليه اسلوب احنا ما شفناهوش. أيوة او الطريقه. ايه اللي هيحكم عليه؟ وجهه نظر. ايه اللي هيخلينا نقول ان هو ايه النتائج اللي جايه؟ لو الراجل نجح بشكل كويس لا انا يبقى هو راجل ليه اسلوبه وليه طريقته. عندك مانع لكن لا قدر الله لو حصل حاجه يعني اعتقد ان يعني يعني هتبقى الاقلام ثقيله عليه. صعبه جدا. لانه خد قرارات برضه والمفروض وانا واثق ان الناس اللي معاه برضه ناس خبراتها كبيره يعني الكابتن ضياء ومحمد شوقي وعارفين الدوري المصري وعارفين امكانيات اللعيبه. فاكيد يعني قالوا له امكانيات اللعيبه دي ايه. لكن في الاول والاخر المدير الفني اللي بيتحمل مسؤوليه كامله. صح. وهو اللي هيحاسب على كل قراراته ونتائجه في الفتره الجايه. اخر سؤال سريعا، الممتاز بيه السنه دي مجموعه القاهره دوري ممتاز، الدنيا شايفها هتمشي ازاي؟ لا دوري وانت عندك خبرات كابتن ايه؟ طبعا دوري صعب جدا صح. والفرق كلها قريبه ومفيش ماتش مضمون. وادي انت شفت الماتش اللي فات احنا كاسبين الاتصالات لحد الدقيقه 94 ولا 95 فرقه بتتعادل. يمكن انا ليا ظروف معينه للاول ثلاث اربع مباريات لان انا ما مرضتش الفرقه على بعض 10 ايام او 12 يوم. أيوة. فبالتالي يعني لكن دوري صعب
والفرقه كلها قويه، حتى الفرقه الصغيره كابتن هاني اللي طالعه بالبيس هتبقى متعبه طبعا، هي لسه يعني طالع، لا فرق محترمه ونتائجها بتعبر، بتقول ان هم فرق هتحصل ناس كتير. فلا دوري اقول لك حاجه اقوى من الدوري الممتاز جدا جدا. انا معاك مليون في المية والله، انا معاك بتروجيت والقناه كمان مش فرق القاهره بس، لا وزد طبعا فرق كتير، لا فرق كتير وزد والقناه والمريخ والترسانه والنصر ودجله والاتصالات فرق كتير. لا لا انا بتكلم بقول حتى الفرق اللي لسه طالعه فرق كويس مستعديه كويس، الفرق كلهم فرق كلها كانت دوري ممتاز يعني، عندك حق وزد والقناه صح. يعني وصعبته يا كابتن احمد انك بتلعب على مركز واحد، لا على الاول الثاني زي الثاني زي الاخير بالظبط. ولازم لازم الادارات برضه تصبر على مدربينا طبعا طبعا، عندي انا عندي اداره حكيمه وناس يعني متفاهمه، بس برضه لازم الناس تصبر لان لسه بدري، واللي بيصعد ما بيبقاش هو اللي راكب الدوري من البدايه، لا لسه بدري، وشفنا كده كوكاكولا وفاركو والشريط، يعني مش بالضروره ان انت تبقى راكب، بس المهم ان انت تبقى في منافسه للاخر، لاخر اربع خمس ماتشات بعديها ممكن وده اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج، نتمنى لك التوفيق يا رب والسعود ان شاء الله، نجم مصر ونجم النادي الاهلي والعديد من الانديه.